الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم بأجمل تحية على بركة الله. أعلنت انطلاقة الشوط السادس عشر، هذا الشوط الذي حمل بطياته العديد والعديد من فئة الأبكار المنطلقة. نذكر بالمسافة هي المغررة، ألا وهي الأربع كيلومترات الحاضرة لجميع المشاركين ومحبي هذه الرياضة. شوطنا انطلق منذ قليل، دعونا نرحب بالمسار المتابعة والانطلاق مع البداية. هنا وطن على المركز الأول بقيادة عبد الرحمن بن حمد النعيمي من يتولى صدارة هذا الشوط. نغلى مباشرة بالمركز الثاني، الغدوم والتحركات الذي على المركز الثاني. هناك مزن على المركز الثاني، راشد بن محمد الذي ينطلق بالمسار الثاني، ولكن الغدوم الذي طرى وجرى. هناك غدوم قبل كود الذي قادمه، مطر بن مطوع بن هاشل الاكتبي بينما نسير إلى المركز الرابع. التحركات الذي تنطلق بأمل كبير، هناك من قبل هوايل المملوكة لعبد العزيز بن علي بن راشد المري والمركز الخامس. هناك بن جهيم المري على المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع مركزنا الخامس بالتحركات والانطلاق، نتابع عبر ذي الاثار الشاهينيه بقياده صالح بن عبد الله بن حمد الذي يعلن مسار المتابعه على المركز الخامس. هذه الاسماء مشاهدينا متابعينا الكرام، عدينا ملخص هذا الشوط، ولكن انتظروا، هناك اسماء، هناك اشعارات تشارك نحو الاصاله والتحدي. نرحب بالجميع المشاركين عبر هذه الاثار، عبر هذا التحدي الكبير، العوده مباشره الى صلب الصداره والتحدي. هناك البدايه، هناك هوايل هي من تتولى الصداره بقياده عبد الهادي عبد العزيز بن علي بن راشد المري يتولى الصدارة، يغود سكان البداية، يتحمل بإنجاز هذا الشوط. ولكن الغدوم على المركز الثاني، هناك كود الذي قادمه، مطر بن مطوع الاكتبي ينطلق بأمل على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث، الغدوم ما شاء الله. هناك أتابع أشعار محمد بن راشد بن سالم المري ينطلق إلى المركز الثالث. أما المركز الرابع، الظبي الذي قادم غدوم جميل، سالم بن محمد بن علي المري بطريقه بعلى انضمام الاول. بينما نتابع بقيه اشعاراتنا الذي تتواجد على وقت وحين، ربما نكتفي بهذا القدر، ولكن البدايه نسير مع الصداره، نتعرف الى البدايه. هناك على الصداره التحدي الاول، الله، هوايل ربما هي تتولى المسار. عبيد بن عزيز بن علي بن راشد المري يغوص صدارة هذا الشوط. ولكن هناك من تنطلق بالمركز الثاني، الغدوم الغادم ما شاء الله تبارك الله. أتابع المركز الثاني تحمل هذا المسار، هناك عتبة الذي قادمه، سالم بن جار الله بن سالم الذي ينطلق على المركز الثاني. بينما أتابع المركز الثالث والتحركات الذي تطرى وتجرى بالمسار الثالث، أرصد لهذا الشعار. هناك الغدوم، هناك التحركات على المركز، تنطلق للمركز الثاني حتى ذي لحظات بقيادة المتابع. هناك المركز الثاني بقيادة سالم بن محمد بن علي الذي ينطلق إلى المركز الثاني، ولا لكن بصير الى المركز الثاني، بعود الى الصداره 800 متر الاخيره. الله الله الله، العوده الى الصداره. هناك مع ابن الجيم الذي غاد البدايه، هنيا لك، ولكن دير بالك على المركز الثاني، الغدوم والتحركات. هناك غاد مزاهيه بكل قوه، راشد بن محمد بن حمد المري على المركز الثاني. الامور بخطر، ولكن الانجاز، الانجاز مع الصدارة. الأمور، الإنجاز وين؟ الصدارة وين؟ راغب يا من تراغب، راغب يا من تراغب. هناك الزاهية تذهب ناموس، تذهب الصدارة. اقتربنا، اقتربنا إلى 200 متر الأخيرة، هي من تغود التحدي والانتصار. هنيالك يا أبو محمد.
محمد، راشد بن محمد بن حمد المري، سلام وتحية، سلام وين ما يكون. مالك هذا الشعار، الاغتراب إلى خط النهاية، الاغتراب إلى الناموس، إلى التحدي، سلام وتحية، الابتعاد، تهانينا بالمركز الأول على فوز ثاني راشد بن محمد الذي على المركز الأول. المركز الثاني كان من الصيب بقيادة هناك عبد العزيز بن علي بن راشد المري، والمركز الثالث تحمل رقم 44 بالمتابعة. إذن هناك سالم بن جار الله بن سالم الذي على المركز الثالث. أما المركز الرابع، ناخذ مركز الرابع كان من قبل حاملة 35 بالمتابعة بقيادة سالم بن محمد بن علي بن سعيد. والمركز الخامس، إذن هناك مركز الخامس مشاهدينا متابع الكرام بقيادة المتابع، إذن اليمامة سالم بن محمد المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا تعداد هذا الشوط، وكان هناك عن طريق زاهية الذي سجلت هذا الإنجاز الكبير وسجلت التهاني وناموس. تهانينا لك يا أبو محمد على هذا الإنجاز. راشد بن محمد بن حمد المري حمل هذا الإنجاز، توقيته 6 دقائق 11 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. أما المركز الثاني مشاهدي الكرام كامل، هناك توقيت الزمن 6 دقائق 13 ثانية، جزء واحد من الثانية بتوقيت بقيادة سالم بن جار الله بن سالم الذي على المركز الثاني. والمركز الثالث إذن توقيت الزمني على المركز الثاني ب6 دقائق 13 ثانية، جزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام نتعرف على المركز الثالث بتوقيت كان هو التوقيت إذن 6 دقائق، إذا 6 دقائق 17 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس.